الله بالخير مشاهدينا. مساء طيب، عطر ما يليق إلا بمشاهدين ام بي سي. مثل ما عودناكم اليوم ويانا ضيف جديد راح تشوفوه بطريقة ما شفتوه فيها من قبل ولا على أي قناة ثانية. كيف صرتوا عارفين كيف؟ عن طريق الإيربيس اللي راح تمنعه من التهرب عن الإجابة عن أسئلتي، هالأسئلة اللي راح يساعدني فيها حلفائي اللي حيكونوا متواجدين بالغرفة السرية. أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من آخر من يعلم. ضيف آخر من يعلم ليس فنان عادي، جاهد وانطلق من رحم الألم ووجع العراق الدامي ليكون نجما عربيا، بل أصبح رقما صعبا لا يمكن تجاوزه، خصوصا بعد تكريمه من قبل جلالته خادم الحرمين الشريفين على نجاح أوبريت الجنادرية اللي قام بتلحين القسم الأكبر منها والمشاركة في غنائها بحيث أثبت جدارته الفنية. رحبوا معي بضيف آخر من يعلم اليوم، المطرب المتميز جدا ماجد المهندس. وضيفي راح يشرفني ويكون موجود معي على هالكرسي ويجاوب على أسئلتي. هو دائما صريح وأنا متأكدة أنه راح يجاوب عليها بكل صراحة. ومثل ما نحن شايفينه على الشاشة، هو موجود بغرفة استقبال ضيوف وما يدري أي شيء باللي قاعد يتحضر ويانا هنا. وراح أبدأ باستقبال حلفائي اللي راح يشاركوني بحلقة اليوم. وقبل ما أستقبل حلفائي، حابة أنا والجمهور المتواجد بالاستوديو نرحب بالفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الموزع المعروف مدحت خميس. ونشكر أكيد عن تواجده ويانا اليوم. والحين رح أبدأ باستقبال حلفائي المشاركين بالحلقة. خلونا سوا نرحب بمهند النعيمي. مهند النعيمي هو مهندس كمبيوتر ومصور فوتوغرافي وصاحب شركة لتصميم الإعلانات وغلافات الألبومات. صداقته مع الفنان ماجد المهندس تعود إلى عام 2004 منذ مع تعامله معه قبل إطلاق ألبومه الأول وحشني موت، وتعمقت الصداقة من بعدها. أهلا وسهلا حياك. أما حليف الثاني فخلونا نرحب سوا بمحمود الخطيب. محمود الخطيب هو صحفي أردني تعرف على ماجد منذ حوالي 11 سنة، حين كان لا يزال محمود طالبا في الكلية بحيث التقاه في عمان لإجراء مقابلة صحفية. والحين راح نشوف إيش راح يخبرنا بهالحلقة من أسرار. أهلا وسهلا حياك. أهلا وسهلا. أما حليف الثالث فخلونا نرحب سوا بالدكتور جمال فياض. طبعا دكتور جمال فياض هو أشهر أن يعرف. تعرف عليه ماجد في بيروت منذ بداية انطلاقته الفنية وكان بمثابة الدعم إعلاميا له، ومن ثم تتبع مسيرته الفنية. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. راح نطلب من الحلفاء أن هم يدخلوا الغرفة السرية. ومثل ما احنا شايفين حلفائي صاروا بالغرفة السرية وبدينا نمدهم بالميكروفونات اللي راح يتواصلوا فيها ويانا. جمهورنا حبينا نقول لكم ان في ضيوف راح يبداوا يدخلوا في الاستوديو، ولكن خلال الفقرات القادمه في اخر من يعلم. وقبل ما استقبل ضيفي اليوم راح ارفع الستار المواجه للغرفه السريه، اكيد علشان ما يعرف مين الموجودين ويانا وحلفائي. مثل ما نحن شايفين على الشاشه، فنان ماجد المهندس بدا يتحضر للدخول في الاستوديو. انا ناطره بسمه الحلوه اللي هو دائما معودنا عليها، هيبتسمها خلال اللقاء. خلونا نرحب سوا بالفنان ماجد المهندس. في صوته شجن وحنين. والله وحشني موت، خاف بعدك أموت. ألحانه نغمات خطها بإحساس العاشق الولهان. انسى كل الناس، خليني أحبك، غمض عيونك. آخر من يعلم في هذه الحلقة. شلونك حبيبي، مشتاق لك، مر عمري كله. ماجد المهندس. Thank you.
يا اهلا وسهلا فيك ماجد اليوم في استديوهات الام بي سي. الله يخليك. اهلا فيك. صار خير. حنبدا اسئلتنا؟ لا مش حنبدا اسئلتنا. في حلفاء فوق. عارف؟ لازم اشوف اذا هم سامعينا ولا لا، وقبل ما نبدا الاسئله حطلب من الجمهور اللي في الاستوديو انه يحط السماعات والهيدسيتس. ونبدا نعملهم اختبار نشوف احنا سامعينهم وانت لا. حليف الاول يا ريت تسمعنا صوتك. قولوا معي عاشت ايدك. عاشت ايدك؟ زين، حليف الثاني وش بتخبرنا؟ ردوا وراي مستحيل. مستحيل. حليف الثالث سمعنا صوتك. جمهور قول وراي والله تاخذ هالكاميرا. والله تاخذ هالكاميرا. الحين بتبدأ أسئلتنا. في صور قاعدين نشوفهم على الشاشة. وين هذه؟ العراق الحبيب. هذا العراق الحبيب. أنت من مواليد العراق. من مواليد العراق. من مواليد العراق. أي منطقة؟ بغداد. بغداد. مدينة بغداد. أنت أخ على ثلاث كم إخوان أخ؟ وثلاث إخوة. هو الترتيب الثاني. أنا ثلاث إخوان غيري و هذه صورتك. صورتك أنت صغير. كم كان عمرك بهالوقت؟ ثلاث إخوان شباب وثلاث بنات. أنت ثاني واحد. إنشائي هو صغير ضارب ولا مضروب مع رفقاته؟ هذه كم كان عمرك فيها الصورة؟ هذه 10. في شغلة الحين راح تدخل ويانا بالاستوديو ونكمل كلام. هذه لازم يشتغل عليها. هو اشتغل مع والده بالخياطة من كان عمره. هذه ماكينة خياطة صح؟ أنت كان عمرك 10 سنين كنت تساعد الوالد. إي صحيح. تعرف تخيط؟ إي طبعا. خبريني هذه كيف تشتغل؟ والله قربها شوية. إيه وخذ راحتك. طيب بالموضوع. في قماشة ما أدري هاي راح تكملها مثلا. طب مين لون القماش الأبيض اللي لابسه على لون الماكينة مقصودة يمكن. كنت تشتغل أنت عمرك 10 سنوات مع الوالد. الوالد كان أساسا يشتغل بالخياطة. ماجي هلا بصمم معظم ملابسه. وأنا عنده قميص مشقوق وشي. بس يبغى لك تنتبه على إيدك. تفضل. بس معقولة قميص أبيض وخيط أسود. لا صعبة. صحيح أن أنت تصمم الحين ملابسك والشغلات تشارك فيها؟ يعني أغلبها. لا ممتاز. كم الليلة كيف؟ جاكيت ماجد هو اللي صمم ولابسه هلا؟ ممكن نكمل خياطة هذا. تبعنا صوتها عالي ها؟ الأخير. ماجد مكمل حابب الموضوع. ماجد مكمل الموضوع.